السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منه ورضوان والسلام والصلاة على الأنبياء أجمعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى، دائما أعود إلى هذه الآية لأنها شأن عظيم. فبظلم يرى فيه من أمة الإسلام بين ظفرين، هو الذي قال يقع فيهم تو، ربي ضيق عليهم الخناق بالفقر والتشتت السياسي والاضمحلال الحضاري، والعياذ بالله. هذا كليك ناتج عن معاصيهم وان لم يقصدوها، لان ما ابوا الا ان يكونوا كما ارادوا لا كما اراد الله. وهذا احذركم من التضييق من لدن الله، لانه لا يظلمون ولا يحق لله ان يظلم خلقه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. نحن رانا في مرحلة الصد عن سبيل الله، سواء كان لذواتنا أو لغيرنا، لأنه إذا كان أنا قاعد نحرف مع الله ابني ومرتي وبنتي، مش نحرفه أكثر، لأنه هو أقل خبرة وأقل سن وأقل إرادة وأقل حرص على السلامة، نظرا لمستوى عقلهم وقدر سنهم وما واللغة بتاعهم مازالت مش لغة اللي تبين لهم ماذا يطلبون وماذا يسعى ووراء ماذا يسعون. لابد ان نسعى وراء محبه الله ورضوانه وبركاته، والا فلا شان لنا بالاسلام. والسلام عليكم ورحمه منه وبركات ورضوان.